صباح الخير واهلا وسهلا بحضراتكم. ارتفاع في اسعار الذهب عالميا، ولكن على المستوى المحلي فان الاسواق مستقره والاسعار لم تتاثر بعد. فما هي تفاصيل اسعار الذهب والدولار؟ هذا ما سنوضحه لحضراتكم في تغطيتنا، كما سنستعرض اسعار الدولار في البنوك بعد ساعات من اجتماع لجنه السياسات النقديه بالبنك المركزي المصري لتحديد سعر الفائده، وكيف أثر هذا القرار على سعر الدولار في السوق السوداء. ونبدأ معكم بأسعار الدولار على المستوى المحلي، ولكن قبل الحديث عن الدولار لابد أن نوضح أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قررت تثبيت سعر عائد الإيداع عند 19.25% والإقراض لليلة واحدة عند 20.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.75%. أما بالنسبة لأسعار الدولار فهي الحياة بتشهد حالة من الاستقرار الواضح منذ يوم 10 مارس الماضي دون أي زيادة لمدة تزيد عن 6 أشهر، وهو الثبات الذي لم يحدث منذ سنوات. وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 30.83 جنيه للشراء مقابل 30.96 جنيه للبيع. كما سجل الدولار أعلى سعر للشراء اليوم وهو 30.90 جنيه، وذلك في مصرف أبو ظبي الإسلامي. وسعر الدولار في بنك مصر وصل إلى 30.75 جنيه للشراء مقابل 30.85 جنيه للبيع. أما في البنك الأهلي فوصل إلى 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع. والآن إلى الدولار في السوق السوداء، والحقيقة أنه هو فقط حوالي 4 جنيهات ليبدأ سعره اليوم من 38.5 بعدما كان بيوصل حوالي 42.43 جنيه، وذلك وسط دعوات بالتخلص منه بعد انضمام مصر للبريكس الذي يضم مجموعة من كبار الاقتصادات العالمية ومنها الهند والصين وروسيا، وذلك فضلا عن قرار الحكومة الأخير بشأن تحصيل رسوم الإقامة بالدولار، وهو ما ساعد على تخفيف الضغط على الدولار والذي تم تطبيقه يوم السبت الماضي، حيث كانت الحكومة قد أصدرت قرارا يلزم الأجانب المتقدمين للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة بتقديم إيصال يفيد قيامهم بتحويل رسوم الإقامة من الدولار أو ما يعادل من العملات الحرة إلى الجنيه المصري إلى أحد البنوك أو شركات الصرف المعتمدة. كما ألزم قرار الحكومة سداد غرامات التخلف وتكاليف إصدار بطاقة الإقامة بنفس الطريقة من الدولار أو ما يعادله. والحقيقة أن وزارة الداخلية قررت بدء تنفيذ هذا القرار والعمل به اعتبارا من يوم 16 سبتمبر الماضي. أيضا ذكرت وكالة الأنباء RBK نقلا عن بيانات من بنك روسيا أن دول إفريقيا تستخدم بشكل متزايد عملات الدول التي تعتبرها روسيا صديقة في تجارتها مع موسكو. والحقيقة أنه في حين أنه تم التخلي عن الدولار الأمريكي واليورو فإن حصة الروبل الروسي في المشتريات الإفريقية من الصادرات الروسية انخفضت، وبلغت حصة عملات ما يسمى بالدول الصديقة خاصة اليوان الصيني في تسويات التصدير حوالي 78.8% في يوليو الماضي، وهو أعلى مستوى منذ يناير 2021. ومع هذا انخفضت حصة العملات غير الصديقة وخاصة الدولار واليورو إلى 8.5% من 12.6% في يونيو، وانخفضت من 58.9% في مايو. وبتعتبر العملة الرئيسية المفضلة للدول الإفريقية حاليا هي اليوان الصيني مع استخدام الروبية الهندية أيضا ولكن بدرجة أقل، وذلك وفقا لإكساندر نوبل مدير مركز أبحاث التجارة الدولية في رانيبا. وقال الحقيقة أنه بيتأثر هذا ما يحدث بجغرافيا الإمدادات ومجموعة السلع، لأن روسيا تبيع مجموعات مختلفة من السلع بشروط مختلفة إلى دول إفريقية مختلفة على أي حال. وفي المستقبل سنشهد انتقالا من الدولار واليورو إلى الروبل واليوان والروبية الهندية أيضا. وفي الأشهر السابقة استخدمت الدول الإفريقية الروبل الروسي في المقام الأول وذلك لشراء الصادرات الروسية. أما في يوليو بلغت مدفوعات الواردات الروسية من إفريقيا حوالي 34% بالروبل و
44.4% من الدولار واليورو. أما بالنسبة لمصر فالحقيقة أنه بتستهدف مصر تعظيم عوائدها من مصادر العملة الصعبة، وفي مقدمتها طبعاً قناة السويس وقطاع السياحة وكذلك تحويلات المصريين بالخارج والاستثمارات الأجنبية المباشرة، كما تسعى إلى رفع نسبة مساهمة القطاع الخاص بالاقتصاد إلى 65%. أيضا تصدرت مصر دولة القارة الإفريقية في استقبال الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال عام 2022، والثانية عربية بعد دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بحسب تقرير الأونكتاد للاستثمار العالمي خلال 2022. وسجلت حجم الاستثمارات الأجنبية المتدفقة إلى مصر خلال 2022 11.4 مليار جنيه، وهو الرقم الأعلى منذ 2012. والآن دعونا نستعرض معكم أسعار أشهر العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري. ونبدأ بسعر اليورو 32.91 جنيه للبيع و 32.80 جنيه للشراء. أما الجنيه الاسترليني 37.92 جنيه للبيع و 37.79 جنيه للشراء. والريال السعودي 8.24 جنيه للبيع و 8.22 جنيه للشراء. وبالنسبة للدينار الكويتي 100.13 جنيه للبيع و 99.78 جنيه للشراء. ومن أسعار الدولار نذهب في جولة لاستعراض أسعار الذهب، حيث انخفضت أسعار الذهب اليوم بعد قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة، حيث تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم لحوالي 25 جنيه دفعة واحدة. أما أسعار الذهب فالحقيقة إن هي بتنتظر الفترة المقبلة قرارا حكوميا بشأن مبادرة زيرو جمارك الخاصة بواردات الذهب مع المصريين القادمين من الخارج، حيث من المقرر أن تنتهي المبادرة في شهر أكتوبر المقبل، وتقدمت وزارة التموين بطلب إلى الحكومة لتمديدها 6 أشهر إضافية. والحكومة كانت قد قررت إعفاء واردات الذهب حوزة العائدين من الخارج من الرسوم الجمركية مع خضوعها لضريبة القيمة المضافة، وذلك بواقع 14% من إجمالي قيمة المشغول الذهبي لمدة 6 أشهر، والذي أتاح دخول كميات من الذهب إلى السوق المصرية. كما قامت مصلحة الضرائب بوضع مثال توضيحي للمأموريات الضريبية ومقرات الضرائب بالموانئ والمطارات، وقالت أن قيمة المصنعية على جرام الذهب تبلغ 80 جنيه، فلو كانت هناك سبيكة أو مشغول ذهبي بوزن 200 جرام فإن قيمة المصنعية ستكون 80 جنيه لكل جرام، والتي تساوي 16000 جنيه. الحين كمان بيتم خصم نسبة القيمة المضافة من أصل قيمة المصنعية بما يساوي 16000 جنيه، يعني حوالي 14%، وبذلك تكون قيمة الضريبة 2240 جنيه على المشغول الذهبي. ومن المقرر أن تنتهي مبادرة زيرو جمارك الخاصة بالذهب في شهر أكتوبر المقبل. وبناء على ذلك تقدمت وزارة التموين ممثلة في الدكتور ناجي فرج مستشار الوزير بطلب إلى الحكومة لتمديد هذه المبادرة إلى 6 أشهر إضافية، وفي انتظار قرار الحكومة سواء بتجديدها أو انتهاء العمل بها في التوقيت المعلن. والآن سنستعرض مع حضراتكم أسعار عيارات الذهب التي يبحث عنها الكثير، وذلك بدون مصنعية وفقا لآخر تحديث كالتالي، مع العلم أنه يتغير على مدار اليوم وفقا لآلية العرض والطلب. ونبدأ معكم بعيار 24، ووصل سعره للبيع 2520 والشراء 2531. عيار 21 بيع 2205 وللشراء 2215. عيار 18 للبيع 1890 وللشراء 1899. أما عيار 14 للبيع 1470 وللشراء 1477. أما سعر الجنيه الذهب فللبيع 17640 جنيه وللشراء 17720 جنيه. ومن أسعار
الذهب بأسعار المصنعية، والتي قررت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية زيادة قيمتها للمشغولات الذهبية بنسبة 10%، وذلك بداية من أول الشهر الماضي طبقا لما هو مقرر تنفيذه بناء على بروتوكول المحاسبة الضريبية الموقع بين الشعبة ومصلحة الضرائب المصرية. وسوف تكون أسعار مصنعية المشغولات الذهبية وضريبتها كبيرة مقارنة بأسعار ومصنعية السبائك التي تزيد عن 100 جرام بعد هذا القرار الجديد. وبذلك عند حساب سعر المصنعية سيتم إضافة 5% من سعر الجرام وحتى 10%، وقد يتم حساب المصنعية لها ويبدأ وزن السبائك من 1 جرام وحتى 1000 جرام، بينما يتم معاملة السبيكة حتى 100 جرام معاملة المشغولات الذهبية. أما عند شراء الذهب المستعمل فيكون سعر مصنعية الجرام تبدأ من 25 جنيه فقط، أما مصنعية السبائك فتنقسم إلى قسمين وهي السبائك حتى 100 جرام وتعامل معاملة المشغولات، أما الأكثر من ذلك فيتم حساب المصنعية من 35 فيما فوق. الحقيقة أنه الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لشؤون الذهب، بالرغم من الاتجاه لتثبيت أسعار الفايدة عالميا، إلا أنه قال أنه خلال سبتمبر كل التوقعات تشير إلى وجود مجال ارتفاعات أسعار الذهب على الصعيد العالمي، وذلك مدعومة بقرار تثبيت الفائدة من الفيدرالي الأمريكي ومصحوبة بارتفاع المشتريات الصينية من الذهب، حيث تم رفع البنك المركزي الصيني لسقف المشتريات من الذهب، ونتوقع مزيد من الارتفاعات العالمية في أسعار الذهب التي قد يكون لها تأثير أيضا على السوق المحلي. وبالنسبة لأسعار الذهب وتفاصيلها عالميا، فقد ارتفعت أسعار الذهب العالمية رغم ضغوط قوة الدولار وصعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية، فيما يعكف المستثمرون على تقييم قرارات بنوك مركزية كبرى بالتمسك بأسعار الفائدة المرتفعة. وأيضا ارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 2% ليصل إلى 1923.29 دولار للأوقية. بعد استعرضنا الأسعار الدولار والذهب بتكون انتهت تغطيتنا الاقتصادية مع حضراتكم، نشكركم على حسن المتابعة وما زلنا نتابع معكم باقي الأخبار على مدار اليوم. شكرا لحضراتكم وإلى اللقاء.